دائماً لحظة الميلاد لها طعم خاص، خاصة إذا سبقتها حالة تحضير، وهذا فعلاً ما حصل طوال الأسبوع الماضي عندما جلست وأنا وأسرة البرنامج نتحدث ونطرح الأفكار حتى نخرج بموضوع يستاهل جلوسكم في محطتنا. أنت حبيب الروح يا خلي أملك وقلبي ترب حبك يا حبيبي أملك وتعبت بينا تصيب روحك جسمي. أعزائي المشاهدين، راجعين لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. أعزائي المشاهدين، حتى ذلك الحين لكم منا أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.